ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهيكون موضوع خطبة الجمعة عن واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة، وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معاً الأولى والثانية ما بين 10 دقائق و15 دقيقة كحد أقصى للخطبتين. النهاردة هتستقبل دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي فيلم زهايمر اللي بيتم إعادة عرضه احتفالاً بعيد ميلاد النجم عادل إمام. فيلم زهايمر هو آخر أفلام الزعيم عادل إمام وتم إنتاجه وعرضه عام 2010. النهاردة هينتظم فريق الزمالك في معسكر مغلق استعداداً للقاء نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية المقرر له يوم الحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، وبيأتي قرار الانتظام في المعسكر قبل اللقاء ب 48 ساعة من أجل توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل المباراة المرتقبة أمام بطل المغرب.